فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك طبعا رفقة فريق نادي الاهلي، وها هو الان في هذه المباراة وفي هذا الموسم يقود فريق نادي الرجاء، قاده طبعا في افتتاحية الموسم بالانتصار بلقب السوبر الافريقي على حساب الترجي بهدفين لهدف، اول القاب يحصدها هذا المدرب الفرنسي مع فريق نادي الرجاء. في انتظار انطلاقة هذه المواجهة نتمنى التوفيق لكلا الفريقين، نتمنى ان نشاهد مباراة مليئة بالفرجة. نعم كيف لا، وهي تصطحب بالتأكيد الرجاء البيضاوي، الفريق الذي يعني يعشق محبيه بأن يطلقوا عليه الراجة فراجة. نعم هذه اللوحة التي طبعا ننتظر من خلالها بداية شوط المباراة الأول. نعم انطلاقة المباراة، كرة لمصلحة فريق نادي الرجاء، هدف بالتمرير لصالح هلال القدس، الفريق الذي توج بالعديد من الألقاب في العشر سنوات الأخيرة من لصالح فريق نادي الرجاء. كرة بتتخلص بشكل ممتاز لمصلحته، هون جولا، محاولة خطيرة لكن الكرة بتتخلص إلى خارج أرضية الملعب. كرة أمامية عالية داخل منطقة الجزاء تتخلص، ما زالت لمصلحة فريق نادي هلال القدس. الله تسديدة لكن حارس المرمى أنس النيتي خلص كرة كانت خطيرة للغاية، كانت من محمد يمين. لاحظ المحاولة من يمين والتسديدة، بعد ذلك تصدي من حارس المرمى أنس النيتي، حارس اليد ليمتلك خبرة كبيرة بنتيجة تعتبر إيجابية، هدف مقابل لا شيء من ذلك الملعب. لكن هنا انجولا محاولة لكن الكرة وصلت سهلة لحارس المرمى لصالح فريق نادي الرجاء. محسن متولي تبدو خطيرة أمام المرمى، الله على الكرة بتضيع، فرصة ضاعت، فرصة ضاعت من أمام لاعبين في اللقطة الماضية كاد من خلالها فريق نادي الرجاء التسجيل في مرمى الهلال. لاحظ اللقطة، حاول فيها اللاعب حميد حداد لكن الكرة طالت ومرت إلى خارج أرضية الملعب. فرصة لإنجوما، كابر يرسل كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء لكن الأقرب لحارس المرمى حمد. المرور يفضل العودة، تفكير في التسديد لكن الكرة أطول من اللازم، بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. محاولة أكثر طبعا نادي فلسطيني تحقيقا للألقاب على الإطلاق. كرة من يمين، يا سلام يخلص الكرة نفسها بشكل ممتاز، بيعدي بمر، يا سلام بيلعب له كرة عرضية لكن عادت من جديد لصالح فريق نادي هلال القدس. محاولة أمامية في مكان ممتاز، محاولة عرضية داخل منطقة جزاء لكن التغطية الدفاعية الحاسمة. محاولة داخل منطقة منتصف ملعب المباراة لصالح فريق نادي الرجاء، متولي خطيرة الكرة أمام المرمى، ومحاولة للتسديد كانت في اللقطة الماضية مرت وعدت كانت للاعب بن حليب. لاحظ قطع فيها مشوار ممتاز ودخل منطقة الجزاء بدون يعني سقوط. الدفاعات في فريق نادي الرجاء، كرة داخل منطقة الجزاء بالراس، الله الله على رأسية كانت أن تدخل المرمى، حلوة المحاولة، تهديد أول حقيقي بالراس كان من قبل لاعبي فريق نادي هلال القدس. الكرة بتمر إلى خارج أرضية الملعب من المدافع كان محمد بوعيالة، أرسل الكرة بالراس محمد بوعيالة. متولي حاول يتخلص، متولي يلعبها من جديد لانجوما، انجوما خطيرة أمام المرمى، محاولة خطيرة ممكن تسديدة، أوهوهو فرصة لمصلحة الرجاء بتضيع، تألق لرامي حماد. اللاعب محسن متولي في الدقائق الأخيرة، بينما هنا تغيير الكرة لانجوما وصلت باتجاه اللاعب بن حليب لكن بعد ذلك التسديدة يتصدى لها حارس المرمى رامي حمادة. جميع الأسماء موجودة مع السيد كاركيرون اللي تحديدا اصطحب كل لاعبين
هنا محاولة متولي وتسديدة لكن إلى خارج أرضية الملعب. أنا هو محسن متولي العديد من المحطات منها محطة إماراتية مع فريق ملانجو لمحسن متولي ممكن العرضية داخل منطقة الجزاء ملعوبة لكن أقرب أسهل لحارس المرمى رامي حمادة. ملانجو يلعب للكرة محاولة لكن أيضا تتخلص عادة الهجمة مرتدة لمصلحة هلال القصر لكن ضغط كبير تخليص الكرة لمصلحة الرجاء داخل منطقة الجزاء بن حليم يرسل كرة لكن التغطية حاضرة من قبل لملانجو الآن يتقدم ملانجو ما زالت الكرة مع ملانجو يفضل العودة هنا كرة لنجوما لكن أيضا تتخلص من أمام نجوما يضيف هدف ثاني في هذه البطولة لفريق الرجاء ويتقدم هنا بهدف مقابل شيء. تتفاقم الأمور مع هلال القدس لاحظ اللقطة ولاحظ الفرصة والهجمة يا سلام على انجولاب وعلى هنا انجوما اللي سدد هذه الكرة بشكل ممتاز كانت حلوة من ملانجو ملانجو اللي لعبها بشكل ممتاز ووضع اللعب انكوما في وضعية ممتازة ليضع الهدف في المرمى هدف بالفعل يسجل فريق نادي الرجاء يضمن من خلال استمراريته في هذه البطولة والخروج من هذا الملعب حتى هذه اللحظة بنتيجة الذهاب إلى دور 16 كرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب بينما هنا جماهير الرجاء اللي قادمة طبعا لمؤازرة الفريق والمتواجدة هنا في ملعب الحسيني كرة فيها رمية تماس ملعوبة لصالح فريق نادي الرجاء هنا انتقال كرة بشكل ممتاز باتجاه بينما هنا جماهير الرجاء التي تتغنى بهذا النشيد ويشارك فيه طبعا الجمهور الفلسطيني جمهور هلال القدس أجواء جدا لاعب اللي بالمناسبة تسبب في ركلة الجزاء بتداخله مع ملانجو في مباراة الذهاب كرة على الجانب الأيسر محاولة داخل منطقة الجزاء خطيرة لكن هنا حكم المباراة يأمر بالاستمرارية مطالب ماشي المباراة كما يريد يا سلام على هذا المشهد الكبير الجميل من على المدرجات تجيء على شاكلة جماهير الرجاء التي تغنت في ملعبهم وبالتأكيد دعمت فريق موسم 100 هدف في موسم يا الله هنا كرة لإنجوما كل المؤشرات يعني تعطي بأن الرجاء يعني في هذا الموسم يسعى لتحقيق البطولات استجلاب لاعبين بقيمة طبعا ملانجو بقيمة كبيرة من الأسماء كرة لعمر بوطيب عمر بوطيب يلعب الكرة باتجاه ملانجو وتسديدة لكن إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية الملعب كرة تذهب إلى ضربة مرمى الفرق التي حصلت على لقب هذه البطولة يبقى طبعا لدينا رقم قياسي مع الترجي التونسي 3 بطولات الكرخ 3 بطولات وفاق واتحاد الجزائر والرجاء والاتحاد والزمالك والاهلي السعودي والسد ووداد تلمسان وهنا كرة ومحاولة لكن خروج موفق لرامي استعاد فريق نادي هلال القدس محمد يامين تدخل وعودة عناصر دفاعات فريق نادي الرجاء يبقى طبعا الأندية التونسية هي أكثر ثاني أكثر لاعب حصولا على الألقاب مع مصطفى شاذلي صورة الرجاء البيضاوي وهنا تسديدة الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب وأيضا عبد اللطيف جريندا قائد الفريق أمام الترجي يحصل على ثاني لقب للسوبر مع
بعد لقب الألفين. هنا كرة ملعوبة خطيرة، مالانجو تسديدة لكن حارس المرمى رامي يتصدى للكرة. بينما هنا كرة لنناح، نناح الله الله، نناح يختم على هذه المباراة خلاص. نعم يسجل الهدف الثاني ويتقدم الرجاء مرة أخرى بضربة موجعة في مرمى هلال القدس عن طريق اللاعب أيوب نناح. إذا أيوب نناح ينهي المسألة تماما ويسجل الضربة القاضية في مرمى فريق نادي هلال القدس. أيوب نناح يسجل هدف مهم للغاية، هدف ثاني، هدف التأمين، هدف إنهاء المسألة تماما. وبالتالي اللاعب القادم